اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج قمه العاصمه. النهارده في برنامج قمه العاصمه فقرات كتير ومواضيع متنوعه. قبل ما ابدا فقرتنا النهارده هرحب بزميلتي الاعلاميه نور الصباح. اهلا بيك يا نور. اهلا بيك يا زينب، انا سعيده بيك النهارده. طبعا احنا في اول حلقه مع بعض النهارده، وان شاء الله تكون حلقه كويسه ومفيده باذن الله. ان شاء الله. النهارده موضوعنا عن ايه يا نور؟ النهارده موضوعنا عن الجمال، جمال الشعر وجمال البشره. وما فيش شك ان جمال البشره وجمال الشعر، ما فيش شك ان جمال البشره وجمال الشعر من جمال الروح. فعلا موضوعنا النهارده عن الجمال. الجمال بشرتنا هي سر حياتنا. طبعا النهارده معانا الدكتوره اخصائيه العلاج البشره والشعر، هتكلمنا عن مواضيع كتير. اهلا بيكي. اهلا بيكو، انا كمان سعيده قوي ان انا معاكم. ميرسي جدا يا للفرصه السعيده دي استاذه زينب واستاذه نور، وان شاء الله تبقى حلقه قويه. اهلا بيك يا دكتور. دكتوره عزه عبد الصمد، اتفضلي. طبعا حضرتك شرفتينا في اولى حلقاتنا. ميرسي جدا. ممكن تكلمينا نور حضرتك؟ طبعا عايزين نسال دكتور عزه، اتفضلي. بما انك انت خبيره تجميل واخصائيه علاج بشره وشعر للتجميل اللاجراحي، تمام، عايزين نعرف ايه نوع البشره. ايه نوع البشره؟ تمام. ايه انواع البشره؟ عايزه تعرفي يعني ازاي اقدر اعرف نوع البشره في البيت بطريقه بسيطه. بطريقه بسيطه. كل اللي تقدري انت تعمليه ان انت هتجيبي محلول ملحي عباره عن ملح وميه، وهتحطيهم في ازازه وهترجيها، وبعد كده هتعملي ان انت تبخيها على الوش وتسيبي الوش لمده ساعه. طيب انا ايه بعد الساعه دي اللي هيحصل فيها؟ هقدر ان انا اعرف بيها نوع البشره ازاي؟ لو بصيت لقيت كل البشره لامعه، او حطيت عليها تيشيو او اللي هو الفاين او المناديل ولقيته مسك على طول، اعرف ان بشرتي دهنيه. طيب لو لقيتها ان هي خلاص كلها مش لامعه، عرفت ان البشره كده جافه. طيب انا عندي منطقه التي زون واللي هي الجبهه والانف والدقن، دي اللي لامعه، والوجنتين دولت لا مش لامعين، اعرف كده ان هي بشره مختلطه. وعندي البشره مع كل بشره لو حصل فيها حمار اعرف ان هي حساسه. يعني مثلا لو انا بعمل لقيتها كلها لامعه مع حمار، اعرف ان هي دهنيه حساسه او جافه حساسه. اعرف ازاي ان هي بشره عاديه مش هيبقى فيها لمعه قويه ومش هيبقى فيها جفاف قوي؟ ودي طبعا البشره الماسيه اللي هي البشره كينج، وبتمثل من 5-7 من سكان مصر، لكن سكان مصر كلهم بيحتوي على البشره للاسف الدهنيه اللي مشاكلها كتير جدا. تمام. اتفضلي. دكتوره، امتى البنت تفكر انها تعمل البوتوكس والفيلر؟ البنت او عامه، انا قبل بقى ليا تحفظ بسيط، هو دلوقتي الشباب والبنات كلهم بيعتنوا ببشرتهم. احنا عايزين نتكلم النهارده الفئتين، وطبعا ما فيش سن للموضوع دوت، خصوصا البشره الجافه بيحصل فيها الخطوط والتجاعيد في سن مبكر. ممكن تيجي لي واحده عندها 20 سنه و15 سنه فيها خطوط وتجاعيد دقيقه نتيجه ان هي بشرتها جافه، مش البشره الدهنيه خالص. فالبوتوكس والفيلر، نقول بس السريع كده ايه هو البوتوكس اصلا والفيلر عشان نعرفه للناس. هو عباره عن بكتيريا، البوتوكس بتتحقن بتعمل شل للعضلات عشان خاطر لما اجي اعمل بيها الخطوط التعبيريه اقدر ان انا بتشلها، فبتبان ان هي مش الخط مش موجود، فبتبان ان هي اصغر من سنها. ده بالنسبه للبوتوكس، هو البكتيريا بتاعته اسمها كلستريديوم بوتلينيوم. اما الفيلر هو عباره عن حمض الهيالورونيك. حمض الهيالورونيك اي ميه بيلاقيها في الجسم بيتجمع حواليه على طول ويملي كل الفجوات او الخسفه زي ما بيقولوا الناس، الفجوه المتواجده في البشره، ويحفز من انتاج الكولاجين، فانا بحقنه بيها. طب انا امتى اعمل الموضوع دوت؟ لا، انا ممكن اقدر ان انا استغنى عنه لغايه منتصف الخمسينات لو انا اعتنيت ببشرتي جدا بروتين قوي. بعد ما عرفنا خلاص نوع البشره اقدر ان انا اعتني ببشرتي، هحصل على البوتوكس والفيلر دول بعد في منتصف الخمسينات. كنت لسه هسالك واقول لك ايه اللي هي البدائل اللي بدل البديل البوتوكس والفيلر. طبعا انت عارفه ان هو بيبقى مكلف، احنا عايزين حاجه غير مكلفه. تمام، وكل حاجه ليها بديل، بس لو مسكت الموضوع من الاول خالص، كلما تاخرت كلما زاد الموضوع صعوبه في العلاج. وعايزه بس انوه عن حاجه بسيطه قبل ما تجيلي اي حد. اذا جيتيلي بالمشكله بتاعتك قبل 6 شهور هتتعالج بنسبه 100%، بعد 6 شهور نسبه 70%، لان اصلا الجسم بيعمل له تبديل جلد بعد الست شهور على طول، فبيبقى الموضوع صعب. خلاص حصل على المشكله القديمه وعمل عليها، وبالتالي يبقى معالجتها صعبه. ارجع تاني لسؤال الاستاذه زينب، ازاي البديل بالنسبه للبوتوكس والفيلر لما يكون حاجه بديل ارخص؟ عندي طبعا حاجات كتير. لو عندي الخطوط دقيقه
بالمرطب بعد معرفة نوع البشرة أو الغسول والصن سكرين أقدر أحافظ على بشرتي من غير خطوط ولا أي تجاعيد خالص لفترة طويلة بحاجات بسيطة جدا. المرطب العادي في الصيدليات والواقي الشمسي اللي هو الصن سكرين، ولازم يكون عامل الحماية بتاعه SPF أكتر من 50 عشان يحافظ لي على البشرة من حرارة الشمس. والناس كتير ما تعرفهاش حرارة الشمس والإضاءة، مش بس الإضاءة والحرارة، فبالتالي بقدر إن أنا أحافظ كده على البشرة بطريقة طويلة. أجي بعد كده أبتدي أعمل إيه؟ طب أنا خلاص بدأت متأخر وحصل عندي خطوط، هدور على منتجات فيها بديل البوتوكس. إيه هو؟ الريتينول. أدور على مادة الريتينول دي هتشلي الخطوط الدقيقة اللي عندي. طيب الحمض الهيالورونيك اللي هو الفيلر هو البديل للفيلر، الحمض الهيالورونيك هو البديل للفيلر وكمان الكولاجين، أقدر إن أنا أستعين بيهم هيشيلوا عندي كل الحاجات دي. طيب يا دكتور، دلوقتي كنا عايزين ما نعرف ايه هي مشاكل البشره بوجه عام. بما ان احنا عرفنا خلاص دلوقتي انواع البشره، هنبتدي نقول كل واحده لما تعرف بشرتها هتعرف ان هي ايه المشكله بتاعتها. طبعا الكينج البشره الدهنيه بتعاني من مشاكل كتير جدا جدا جدا، حبوب، بثور بيضاء وبثور سوداء، ويعني ندبات وحفر نتيجه الحبوب. طب هي بتحصل اصلا الحبوب دي ازاي؟ نتيجه ان انا بيحصل عندي افراز كتير للدهون، فالجرايبات بتاعت الشعره، الشعريه عندي ليها زي جراب كده اسمها جرايبات من تحت، بينتفخ المكان ده ويديني نتيجه الافرازات لون ابيض. لما بتطلع على سطح الجلد من فوق هنا وهنا بتكتسب من الشمس والهواء لون داكن، تتحول للبثور السوداء. طيب انا اهملت في علاجها تتحول لحبوب بقى. في عندي حبوب الهرمونيه والحبوب اللي هي البكتيريا الهرمونيه اللي هي اثناء سن البلوغ والبيريوت اللي هي الشهريه او اثناء الحمل. تمام. دي بالنسبه للبشره الدهنيه، دي مشاكلها والمسام الواسعه. طبعا البشره الجافه زي ما قلنا، الخطوط والهالات السوداء. البشره المختلطه بتبقى الحبوب هتبقى في مناطق المنطقه اللي هي الدهنيه، ويبقى عندها هنا خطوط بسيطه نتيجه ان هي عندها هنا جافه وعندها هنا دهنيه. وكالعاده طبعا البشره العاديه لا تعاني من اي مشاكل خالص، وهي البشره الماسيه ما شاء الله. ما شاء الله. طيب يا دكتور حضرتك، هل في علاقه ما بين البشره لما بتكون دهنيه والشعر لما بيكون دهني؟ لا خالص، ما فيش يعني. لا. البشره طريق والشعر طريق. بساعات احيانا بيبقوا مع بعض، اوكي ما فيش مشكله، بس احيانا في ناس بتبقى جامعه ما بين شعر جاف وبشره دهنيه، ملهاش يعني، مش دايما بيبقى صاحب الشعر الدهني تبقى بشرته دهنيه. بس احيانا لو الشعر دهني بزياده بيكون قشره، القشره بتنزل على البشره وتعمل مشاكل البشره الدهنيه. تمام. وهي تبقى البشره مش دهنيه. تمام. هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني مع دكتوره عزه عبد الصمد. اوكي. هاي، انا دكتوره عزه، جاي مواد اقول لكم على سؤال جالي كتير جدا ارد عليه. ايه هو الفرق ما بين جلسة التنظيف اللي بتتم في البيوتي سنتر وجلسة الهيدروفيشال؟ اقول لكم ان جلسة البيوتي سنتر هي جلسة عادية جدا، تنظيف زي التنظيف اللي في البيت، تشتغل على الطبقة السطحية فقط للبشرة، فبالتالي مش بتعالج لي مشاكلها، بل ممكن تعمل لي مشكلة لو ما تمتش بالطريقة اللي محتاجاها البشرة في الوقت ده. اما الجلسة اللي بتتم قدامي حاليا هي فعلا جلسة هيدروفيشال ملكية، لان هي بتشتغل لي على جميع طبقات البشرة، فبالتالي كل طبقة ليها مشكلتها هي بتقدر تعالجها، من تصبغات، من رينكلز، خطوط، تجاعيد، عدم نضارة، شد البشرة، ترهلات، اي حاجة، كل الحاجات دي هي بتعالجها لي. وبالتالي هي فعلا دايما دلوقتي هي اللي عطول مرشحة ليها. طيب مميزاتها: توحيد لون البشرة، تحفيز انتاج الكولاجين، شد البشرة، العمل على نضارتها، فبالتالي هي علاجية ومش تجميلية. طيب بتتم ازاي؟ بتتم يا جماعه بطريقه بسيطه جدا، من 30 ل 45 دقيقه، كانها مساج خفيف كده مع تغذيه البشره بعد السيرامات على اربع طرق. ايه هي الاربع طرق؟ تنظيف، تقشير، ترطيب، تغذيه. باجي في المرحله الاخيره بغذي البشره باللي انا عايزاه، زي حمض الهيالورونيك اللي بيشد الميه للبشره، زي حاجات مضادات للاكسده، يعني بقى اضيفي اللي وقتها محتاجاه البشره في مشكلتها. طيب بيتم بايه الجلسه دي؟ بتتم بجهاز اسمه الهيدروفيشال، فيه ست مقابض وعلى حسب، وكمان في فيس كده ليد. الست مقابض كل مقبض ليه وظيفه هقولها لكم في الفيديو اللي جاي، وهنزل لكم فيديو جهاز الهيدروفيشال هنزله لكم في اخر الفيديو، لكن هقول لكم وظايفه المره الجايه. والفيس اللي هو الليد
في الوان كل لون بيشتغل على مشكله معينه من البشره. فعايزه اقول لكم ان الجلسه دي يا جماعه كانكم دخلتوا كلينك. هي فعلا يعني مش البيوتي سنتر ما بيجيبهاش دلوقتي، الكلينك بس هي اللي بتجيبها. بتتعالجي فيها فعلا من مشاكل البشره اللي انت كنت بتعاني منها فتره طويله ومش لاقيه لها اي حل بطرق بسيطه. غير ان هي كمان الكوست بتاعها التكلفه بتاعتها ما شاء الله مش عاليه خالص مقارنه بالحاجات اللي نزلت قبل كده، فبالتالي هي دي المرشحه. شايفين نقلت البشره ازاي؟ نقلتها من مكان لمكان تاني. شايفين بتبقى بصوا شايفين المسام والبثور السوداء دي والرؤوس والدهون اللي جوه دي، دي كلها طبقات بشره. يعني طول ما الحاجات دي موجوده اعرفي ان المشكله مش من الطبقه الاولى بس، لا ده الموضوع اتنقل للطبقه الثانيه والثالثه. فبالتالي يعني سوري تفحلك على فوق عشان يعرفك ان انت عندك مشكله كبيره. وهتشوفوا دلوقتي كميه الحاجات اللي بتطلع من البشره عامله ازاي في القطنه الموجوده حاليا. هتيجي دلوقتي شايفين البشره بقت عامله ازاي. دي البشره قبلها مسام مفتوحه بثور سوداء وحاجات كتير، ده اللي بيطلع بقى بتوصل البشره للمرحله دي. ده الليد اللي انا بقول لكم عليه في الوان كتير، في الاحمر والاصفر والاخضر والبنفسجي الابيض. هقول لكم على لون لون بيعمل ايه. اللون الاحمر بيحفز انتاج الكولاجين، بينشط خلايا البشره. الازرق بيقضي على البكتيريا اللي بتسبب حدوث حب الشباب، فبالتالي بيمنع الالتهابات. الاصفر بيحسن انتقال الاكسجين للخلايا، بيجدد الطاقه فيها. البنفسجي بيجمع ما بين فوائد الضوء الاحمر والضوء الازرق. اما الضوء الابيض فبيخترق البشره بسهوله، بيسرع من نشاط الخلايا بالظبط وبيقلل الخطوط الرفيعه. يا رب اكون فدتكم. وعايزه اقول لكم ان بصراحه الجهاز دوت حاجه كده اختراع، ارشحه لكم. واهتموا ببشرتكم مفيش احسن منها، هي عنوان كل بنوته. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع دكتورة عزة عبد الصمد. اهلا بيكي. اهلا بيكي دكتورة. حضرتك اتكلمتي على البشرة، ممكن بقى سؤال عن الشعر، امتى يعني ايه انواع الشعر الاول وايه مشاكل الشعر؟ احنا بنتكلم عن الشعر بنفس البشرة بتاعت الوجه بالظبط، هو برضو بيتكون من طبقات برضو جلد بشرة زي البشرة بالظبط. طب انا بعرف ازاي نوع الشعر بتاعي؟ بجيب شامبو بغسل شعر. اعرف ازاي النوع بتاعي؟ النوع عندي، انواع الشعر عندي النوع اللي هو الاسيوي اللي هو ما فيهوش اي كسرات خالص، ده المغولي، او النوع الاوروبي القوقازي اللي هو في موجات بس واسعه شويه. وعندي ما بين مزج ما بين النوع الاوروبي والنوع الافرو اللي هو الافريقي، ده التموجات بتبقى اضيق شويه. وفي عندي انواع الشعر الشيشه ممكن مظبوط. ايوه احنا كده معانا انواع الشعر. عندنا الشعر الاولاني اللي هو زي ما قلنا المغولي فوق دوت، وبعد كده تحت اللي هو متموج ده القوقازي، بعد كده دوت ما بين الاوروبي اللي هو القوقازي والافرو الافريقي، اخر واحد الافريقي. وعايز اقول على حاجه كمان، ان الشائع دلوقتي ان الافريقي ده اقوى الشعور، لا ده من اضعف الشعور، ما بيستحملش اي حاجه وهش ويتكسر. كل ما حد يشوف حد ممكن شعره افريقي يقول لك ده شعره قوي وخاصه تستحمل، لا ده من اضعف الشعور. طب يا دكتور كنا عايزين نعرف ايه هي مشاكل الشعر وطرق العلاج الحديثه ليها. عندي مشاكل الشعر كتيره، عندي القشره طبعا، عندي التساقط العرضي اللي هو نتيجه ممكن حمل ولاده، تخسيس، تكميم، كل دوت اللي هو حاجه عرضيه يعني او كربي بيتقال عليه. عندي برضو التساقط اللي هو الوراثي اللي هو بيسبب الصلع الوراثي، وعندي برضو الثعلب. الحاجات دي كلها دي مشاكل. طب انا اعرف ازاي دي قشره؟ عندي انواع برضو من القشره. لو الشعر عندي جاف بتلاقيه عامل زي منصور كده، زي جوز الهند على الكتاف، بس بيبقى موجود على الكتاف. بحاول ان انا بغسله بالشامبو. وعايزه انوه عن حاجه، انا القشره لما جات لي ما جاتليش في الشعر، جات لي في الفروه. فلما باجي اغسل لازم اغسل الفروه. طب انا اغسل ازاي شعري اصلا بطريقه صحيه؟ الشعرايه عامله زي الشاليمو كده فاضيه، لازم الاول اعملها بريبيرنج تجهيز. املاها الاول بميه خالص تحت الدش، املاها بميه، وبعد كده بنزل عليها بالماده الكيميكالز اللي هي الخاصه بمشكله شعري، وبعد كده بدلك بيها فروه الراس فقط، ما بعملش حاجه خالص في الشعريه نفسها لان هي مصابه فروه الراس فقط. وبغسل بعديها ببلسم، يعني لازم يا جماعه ما ننساش خطوه البلسم تماما، لان الشامبو الخاص بالقشره داخل يخلص الشعر من كل القشره والاوساخ والاتربه، فبالتالي هيسيب لك الشعريه جافه. فلازم خطوه البلسم. وفي الحاله دي بنستخدم زيت يعني بيقول عليها هادي كده على الشعريه، جوز الهند. لو عندي القشره دهنيه طبعا بيبقى الموضوع مختلف عن اللي هي الجافه، بدور على شامبو لازم يكون فيه متوفر ماده السلسليك اسيد عشان خاطر
يرتب القشره. تمام يرتب ويرتب يعني ويشيل وبيقدر لان القشره الدهنيه زي ما هي بتقول اقوى من القشره اللي هي بتاعه البشره الشعر الجاف، بتبقى اقوى وبتبقى اعرض عامله زي شرايح جوز الهند. طب في خلال قد ايه يا دكتور نقدر نعالج الشعر ونرجعه يعني طبيعي زي ما كان؟ دي بتتوقف على الحاله نفسها، هتاخد قد ايه معانا، وكمان اللي اكتر من كده الافتر كير. انا دلوقتي عملت السيشن عندي الجلسه، انت مشيتي من عندي ما التزمتيش، مش هقدر اوصل معاكي لحاجه. الافتر كير متابعه ما بعد السيشن ده المهم جدا، بتوقف على اللي قصادي البيشنت. في معانا فيديو شغال للسؤال الخشبي، ممكن لسه بقول الشعر الخشبي ده يا جماعه مشكله كبيره جدا، ده الوحيد اللي هو بيبقى نتيجه الحاله النفسيه. يعني انا جايه لي بنوته من بعد الثانويه العامه بالمنظر ده، مش ولا غسيل ولا ده ده استرس. سببه ايه؟ استرس. استرس الخصله لفت على بعضها ما بيمشيش فيها مشط. لازم حله الوحيد القص، مش هيمشي يعني، حله الوحيد القص وبعد كده بنعمله تريتمنت ومعالجه. وده يا دكتور بيواجه ناس كتير فعلا، بيواجه بيشن كتير وبيواجه فعلا في ناس كتير بشعرها فعلا بيبقى نفسيه بنوته من الثانويه العامه كده بالطريقه دي بالطريقه دي بعد الاستريس طبعا الضغط والحاجات دي كلها ملهوش دعوه خالص بعدم النظافه، ملهوش دعوه بالتسريح. يعني حق لازم يتقص، لازم يتقص حضرتك. لو يعني هو ليه اسمه خشبي؟ لو دقيتي عليه بتلاقيه بيعمل صوت، صوت الخشب، ما ينفعش يتحط فيه مشط خالص. علاج القص بس، القص وبعد كده تريتمنت. كان في زمان اهالينا كده كانوا لما كان الشعر بيبقى حاجه زي كده او بيحصل برضو الخشونه او الخشابي زي ما بيقول، كانوا بيشيلوا خالص. لازم صح كده يعني، بيشيلوا خالص ولا لا يتقص لغايه المنطقه المصابه فقط. المصاب مظبوط. في بقى ترطيب، في علاج بعد تريتمنت يعني طبعا قوي جدا، وتريتمنت لنفسيه اللي حصل له كده، لان طول ما هو في ستريس خلاص هو دايما اي ستريس بيهاجم. يعني ايه ستريس؟ يعني مرض مناعي، يعني جسمك بدل ما هو بيهاجم الميكروب اللي داخله او البكتيريا اللي داخلها بيهاجمك انت، بيضرب فيك. فانا لازم اعرف ايه السبب، والسبب ان انا الاسترس بتاعي لازم يروح، زي البهاء في البشره والحاجات دي كلها امراض مناعيه. زي الثعلبه كنت لسه هتكلم على الثعلبه، هي عباره عن ايه؟ مرض مناعي بيهاجم جرايبات الشعريه نفسها، الجراب بتاع الشعره بيسقطها. بس بيسقطها ازاي؟ بيروح عند مكان معين، انت بتنامي نتيجه التروما او اللي حصل لك فيه صدمه جامده جدا، بتنامي بتقومي تلاقي مكان كامل ما فيهوش شعريه، مكان بالكامل. وده من اصعب الانواع اللي بنقدر نتعامل معاها، بنقدر نعالجها، بتبقى صعبه. يعني لازم نفسيتنا تتحسن بطريقه عشان ما نوصلش للثعلبه وما نوصلش للشعر الخشبي. النفسيه اهم حاجه. احنا في ظروف اصلا يعني صعبه ولازم غصب عننا بيحصل ستريس طبعا. مظبوط. فهو وحظه بقى، يجي ثعلبه يجي خشابي وحظه. بس لكل حاجه علاجها، بس احنا بنقول نلحقها. يعني اول ما تلاقي المشكله اتجه على طول. يعني مثلا التساقط لسه هتكلم عنه، التساقط الكربي، بقول الناس من 50 ل 100 شعرايه ده مش تساقط. طب انا هفضل بقى يا دكتور عد انا اعرف ازاي؟ بالظبط. انا بصحى الصبح كل يوم شعري زي ما هو اللي انا متعود عليه، الضفيره زي ما هي، التقل زي ما هو، الكحل. مره واحده تلاقيها ضعفت، لا مره واحده تلاقي فراغات. وتلاقي بالذات عند النساء الفراغات على هيئه شجره الكريسماس من هنا كده متفرعه، ده كده تساقط. صلع وراثي. اما التساقط هتلاقيه بقى فراغات متفرقه بطريقه عشوائيه. لكن شجره الكريسماس دي صلع وراثي نسائي. فانا قمت الصبح لقيت هنا مثلا الشعر هنا خف، ما كانش عندي كده يا ماما، او بصي ده انا كان هنا في شعر تقيل بدا الشعر يبقى خف، ده تساقط على طول. لكن انا مش هفضل اعد ومش هعرف اعد قد ايه، بصحى كل يوم بلاقي على المخده شعر، بس انا شعري زي ما هو في كثافته ما عنديش اي مشكله. لكن تساقط لا خلاص، بدل انا لازم تدخل الدكتور وخلاص. طب العلاج بقى يا دكتور؟ التساقط على حسب برضو درجاته، في تساقط عرضي نتيجه الولاده الحمل بيروح. اصعب تساقط بتعامل معاه النفسيه والوراثي برضو للاسف. طول ما هي النفسيه عندها او عنده مش تمام، مش هحاول طبعا، ومع هي طبعا الروتين والافتر كير هتحاول، بس مش هنوصل يعني مش لالطف حاجه ومش لاحسن حاجه. يعني طول ما هي عندها ستريس مش هتتعالج. اساس كل حاجه والتغذيه. عنها يا جماعه، انوع عنها التغذيه. لما بنيجي بنبدا الصبح بالمخبوزات والمعجنات، انا اقدر اكل مخبوزات ومعجنات، بس بعد البروتين بعد البيض. لو اخدت عادي مخبوزات ومعجنات مش هرفع عندي السكر، مش هيزيد عندي الحكايه، فبالتالي كل الدنيا عندي هتتظبط. انا كنت لسه هسالك واقول لك نصيحه بقى للبنات وللشباب كمان عشان بيواجهوا نفس المشاكل اللي احنا بنمر بيها دلوقتي. نصيحه عامه للبشره ونصيحه للشعر. نصيحه العامه للبشره وللشعر الاثنين، شرب ميه
بلاش استرس، كل حاجه ليها حل. حتى طلابنا الايام ديت بنهنئهم طبعا بمناسبه الثانويه العامه، مش نهايه العالم، كل اللي حاجه وليها حل. خضروات طبعا كتير جدا، الميه طبعا، النوم مش اقل من 8 ساعات، ويا ريت النوم في الميعاد المظبوط، لان في غدد ما بتشتغلش غير في الظلام بس، حتى مع الاضاءه ما بتشتغلش. فلازم نبقى نايمين بالليل في مكان ضلمه تماما، فتدي النتائج كده تبقى حاجه كويسه جدا. روتين لكل حاجه. طب ايه هو روتين البشره؟ غسول اول حاجه، نعرف خلاص احنا عرفنا كده نوع بشرتنا، هننزل نجيب الغسول اللطيف التابع لنوع البشره، مرطب، والصن سكرين طبعا لازم يكون اس بي اف بتاعه عامل الحمايه بتاعه 50% بلس 50 عشان خاطر يحمينا من اشعه وضوء الشمس. وصفه بقى، وصفه يا دكتوره كده غير مكلفه، يعني انا سامعاكي تقولي سكرين وساوند بلوك وغسول، في يعني ناس معلش كتير ممكن ما تعرفش تجيب الحاجات دي. انا عايزه حاجه من البيت، حاجه من البيت الناس تجيبها. يعني حاجات من البيت. الغسول مش مكلفه يعني. الغسول احنا مش هنقدر نستغنى عنه من الصيدليه. اما بالنسبه للمرطب لا، احنا نقدر نعمل المرطب في البيت ببعض الكريمات العاديه خالص، نقدر نجيب الكريم العادي ونقدر ان احنا نرطب بيه بشرتنا. ده مش محتاج ان احنا نجيب براندات وحاجات. الواقي الشمسي نحنا قدرنا ما نستبدلوش؟ لا ما نقدرش نستبدله. في حاجات يعني في الوصفات حاجات بقى المنزليه بقى اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنها، دي وصفات منزليه عشان خاطر نحافظ عليها للبشره ونخليها في رونق تمام. زي ايه؟ ممكن الزبادي، الحليب ممكن. يعني الزبادي بيرطب يا دكتور فعلا البشره جدا، بس بلاش للبشره الدهنيه، بلاش البشره الدهنيه، يا اما تعصري عليه ليمون. هيبقى حلو جدا. خلاص كده تقدري ان انت تقللي، لانك انت لو اديتي له زبادي للبشره الدهنيه بتزودي من افراز السيبه ما عندك، فالدنيا بتبوظ اكتر. فلما تعصري عليه ليمون حديتي من الموضوع دوت. تمام. طب يا دكتور كنا عايزين برضو نفرق ما بين الديرما بلاتينج والشيفينج. الناس كلها دلوقتي ثوره في الديرما بلاتينج والشيفينج، فكنت عايزه اعرف منك يعني اشرحي لنا الموضوع اكتر وباستفاده. تمام. الديرما بلاتينج يا جماعه هي خطوه متطوره للمبتدئين، ما اقدرش استعملها للمبتدئين في البيت لان هي اصلا في الاساس ما حدش يتخض، هي مشاره جراحه. فبالتالي لو انا ما استخدمتهاش صح هقدر يعني كده هقدر اسيب نفسي واجرح نفسي خالص. اما الشيفينج اقدر ان انا استعملها للمبتدئين عادي، ما فيش مشكله خالص. بس هي الفرق ما بينهم ان دي بتشلي الشعر بس، التانية بتشلي الشعر الديرما بلينينج، واحسن مقاس ليها تبدأي بيه 21، هتشلي الشعر الوبري، تقشر لي تقشير امن، تعالج لي مشكلة الجلد الوزة، المسام الواسعة، هتخلي لي كمان البشرة قادرة تستقبل المستحضرات الطبية. تمام. كان نفسنا طبعا احنا دكتور تنين. احنا دكتور عزه دلوقتي احنا سعداء بوجودك، وانا كمان والله اكتر سعاده، ويا ريت ان انا بصراحه احنا كان نفسنا وقت يطول، بس الوقت طبعا معاكي راح بسرعه. ربنا ان شاء الله يكون في حلقات تانية برضو عشان الناس تستفيد واحنا نستفيد ان شاء الله باذن الله. ويا رب اكون ان انا كمان قدرت ان انا اجاوب على كل الاسئله باستفاضه. طبعا خلصت طبعاً. حلقتنا بس ما خلصش موضوعنا. ان شاء الله هنتقابل في حلقات تانية ومواضيع تانية وفقره تانية متنوعه، والى اللقاء في حلقه قادمه. شكرا، تسلمي جدا.